مساء الخير. نهار اليوم سادت أجواء باردة وبلغت العظمى في عمان 13 درجة. حاليا الأجواء باردة، درجة الحرارة الآن 8 درجات. هذه الليلة تستمر الأجواء باردة مع احتمالية تشكل الضباب، لتصل درجة الحرارة إلى 4 درجات. أما نهار الغد تكون الأجواء باردة لتصل درجة الحرارة إلى 15 درجة مئوية. نستعرض الآن درجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليوم غد، ونبدأ بإربد. هذه الليلة 8 درجات أجواء باردة بإربد، غدا ترتفع إلى 18، والشون الشمالية غدا 24 درجة. هذه الليلة تصل بالزرقاء 4 درجات، وأيضا صويلح 4 درجات أجواء باردة، غدا ترتفع بصويلح إلى 12، وفحيص 15 درجة، وغرب عمان وشرق عمان 15 درجة. مرج الحمام 4 درجات أجواء باردة، مادبة 3 درجات، وادي الموجب غدا 21، الكرك غدا 18، غور الصافي 22 درجة. هذه الليلة تصل درجات الحرارة بالطفيلة إلى 5 درجات، الشوبك 3 درجات، أجواء شديدة البرودة غدا ترتفع إلى 15، رأس النقب غدا 13، والعقبة 23 درجة. رويشد هذه الليلة 0 مئوي، أجواء شديدة البرودة، الصفاوي 5 درجات، غدا ترتفع إلى 16، والجفر غدا 17 درجة. إذن أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، غدا تسود في عمان درجات الحرارة 15، تنخفض ليلا إلى درجتين. يومي الثلاثاء والأربعاء تستمر الأجواء باردة مع احتمالية هطول زخات متفرقة من الأمطار، لتصل درجة الحرارة نهارا إلى 13، تنخفض ليلا إلى 5 درجات.